ايه الاخبار جماعة؟ البنت دي عملت اسهل كيكة براونيز شفتها في حياتي، وبتقول ان البراونيز دي صحية جدا وفيها بس 175 كالوري. يعني الناس اللي بتاكل اكل صحي وعاملين دايت يقدروا حرفيا ياكلوها كل يوم لانها صحيه جدا. زي ما انتم شايفين عملتها بثلاث مكونات بس، وطبعا بما اني بروح الجيم واكل صحي اكيد هجربها. اول حاجه دي طبعا هي المكونات بتاعتها سهله جدا. هنجيب بيضه وحوالي 3 ارباع علبه زبادي، طبعا يستحسن زبادي يوناني علشان يكون عالي البروتين. ودلوقتي نقلبهم بقى كويس مع بعض. طبعا اختراع بالسهوله دي لو فعلا طلع طعمه حلو والله يبقى احنا حرفيا فايتنا حاجات كتير قوي يا جماعه في الدنيا طعمها حلو. وطبعا بما انها صحيه هنستخدم كيس سكر دايت او معلقه سكر دايت اي نوع. واخر حاجه بقى واللي هي يا جماعه الجيم تشينجر بتاع الوصفه، اكيد كاكاو باودر خام. انا مش عارف هو المفروض نحط 3 معالق، بس انا مش عارف هما 3 معالق كبار ولا صغيرين، فحط 3 معالق وسط بالحجم ده. الخطوة دي بقى فعلا اختيارية، المفروض نحط سكوب واي بروتين اللي هو البروتين البودر. لو ما عندكوش واي بروتين بالشوكولاتة حطوا نفس الكمية اللي في ايدي دي لبن بودرة. يعني لو ما عندكوش واي بروتين بطعم الشوكولاتة حطوا نفس الكمية دي، حوالي نص كوباية صغيرة لبن بودرة، هيكون نفس الطعم بالظبط. دلوقتي بقى نقلب كل الخليط ده مع بعضيه. بعد كده بقى في اي قالب، بصوا يا جماعه بقيت اشتري القوالب دي، هي قوالب بتتباع عند اي حد بتاع حلويات، هو القالب بتعمل فيه مره واحده وبيترمي، حلو جدا ورخيص جدا. ده باين ب 5 جنيه او حاجه زي كده. ابتدي بقى ان انا انزل فيه كل الخليط ده. اهو زي ما انتم شايفين كده القالب ده غالبا مش بنحتاج نحط فيه زيت او سمنه او حاجه، لان هو حروفه بتبقى يعني مش بتلزق كده. اخر حاجة ودي اختيارية، هكسر شوية شوكولاتة صغيرة وارشها على الوش، شوكولاتة خام. اعتقد مكعب واحد هيكون كفاية. وزي ما انت شايفين ده شكلها النهائي. طبعا دلوقتي هدخلها الفرن لدرجة حرارة المفروض 300، وقولوا ان شاء الله تطلع حلو. ودلوقتي خرجت لنا بألف سلامة يا جماعة. طبعا هي لما طلعت حطيتها في التلاجة شوية، ده مش حرق، انا مش عارف هو بس البتاع لونه اتغير، بس هي ما اتحرقتش. هنطلعها وندوقها. بصوا يا جماعة منظرها عامل ازاي، منظرها تحفة، اقسم بالله منظرها تحفة. انا هقطعها عشان ادوقها عشان انا مش قادر بصراحة. بصوا، واو. بصوا يا جماعة الشوكولاتة سايحة، الشوكولاته سايحه تحت ازاي. بصوا عامله ازاي. دلوقتي ندوق ونقول بسم الله. حاسس جدا ان هي تطلع حلوه، وكمان مش بس كده، هي كمان صحيه جدا، فيا رب تطلع حلوه. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يا جماعة نفسي أعالج موضوع رياكشنات وشي. أنا رياكشنات وشي لما حاجة بتعجبني بعمل كده، ده مش معناه إن أنا متضايق. والله أنا الوصفة اللي ما بتنجحش معايا يا جماعة مش بمنتجها ومش بنزلها عشان ما أضيعش وقتكم ولا وقتي. كل الناس اللي عاملة دايت زيي اعتمدوا الوصفة دي، والله العظيم طعمها حلو جدا وصحية جدا جدا ومليانة بروتين. فما تنساش تعمل لايك وشير وانشر لصاحبك اللي هتجرب البراوني الجامدة الصحية دي معاه. هاخدها.